لكن انا عايز اقول كمان حاجه، حتى اللي انتوا بتتكلموا عليهم ان هم الناس بدات فيهم، وحتى اللي احنا بنفتتحه النهارده ده، ان ما كناش هنبقى نقول نقيم المسار اللي احنا عملناه ونشوف بعد. وعشان كده يمكن انا حاطط منكم جهد اكتر من كده. صحيح يا دكتور مصطفى، انا مش هقول ايه للمواطن اجري انت خلص ورقك لا، انا عايز ابقى موجود معاه لغايه لما لان اصل الحركه عقبال ما هتبدا هتاخد وقت، يعني عقبال ما هو يبتدي يشتغل ويطلع انتاج هياخد وقت. ومش بس كده، هو انتوا بتتكلموا على اجراءات بيروقراطيه بيقابلها المواطن، وهو طبعا واحنا كنا اتكلمنا في النقطه دي وقلنا يا جماعه ادوا للمواطن او للمستثمر الحاجه خالصه، هو عايز يشتغل في ايه، الترخيص بتاعه ايه، ما احنا اتفقنا ان ما يجيب التراخيص. حاضر. وبرده التمويل يبقى انا النهارده بقول له تعالى الحاجه بتاعتك اهي، وانت بالطريقه ديت ممكن تخش تاخد تمويل منخفض التكلفه، مش كده؟ مش كده؟ ايوه. من للبنك، ثم بعد كده هنقول له طب احنا هنقدر نساعدك ازاي في انك انت تسوق منتجاتك. احنا ما عملناش كده صدقيني دكتور مصطفى، احنا مش هنقدر نحقق النجاح اللي احنا بنتمناه، لان هو انا هفترض ان هو عارف، هفترض ان هو عارف، لكن انا هبقى عارف اكتر منه بحكم ان انا شايف خريطه البلد والمطالب اللي موجوده ايه، سواء كانت مشروعات تتعمل او حجم الطلب عليها، لان ممكن اعمل مشروع وحجم الطلب فيه ما يبقاش كتير. فانا محتاج ان انا اقيم المسار. حضرتك طرحت هنا من في اللوحه اللي هي 7 افتكر او 9 يعني 8 لا ارجع حضرتك كده معلش، لا كمان قدام خطوه قدام، اللي هو ال 16 مليار اللي صرفوا على 16 مليار يا فندم، اللي هم دول انا دول من 14 ل 21 بالظبط، واحنا بنتكلم في مليون مشروع بالظبط. انا عايز اطمن واقيم يا ترى ال 850 الف او 825 الف مشروع دول كانت حجم العائد بتاعهم على الناتج المحلي ايه، تمام، وحجم التشغيل بتاعهم قد ايه. انا مش بتكلم خالص هنا خالص، لان دي كل دول اتصور مهما كان ارقامهم هيبقى اقل من ان هم يبقوا ما لهمش ضرائب تقريبا، ولا انا لا ليهم يا فندم، لا دول حضرتك اللي شغالين بشكل رسمي. لا لا ما اقصدش انا مش بتكلم، احنا بتكلم في حجم الضريبه، حجم اعمالهم، حجم اعمالهم هتلاقيه حضرتك حجم اعمالهم متواضع، مش كده يا فندم؟ فانا بقى انا بس بتكلم عشان تبقى النقطه مش الهدف خالص. تمام. ان انا بقيم عشان اخد حاجه منه. تمام. لا ده انا بقيم عشان اطمن ان مسارنا ده بيحقق اللي احنا عايزينه ولا محتاجين نطور فيه. حاضر. ومش بس كده، انا ممكن ال 16 دول اخليهم 30 وخليهم 50 كمان، لو اطمنت يا دكتور مصطفى ان العدد ده، ان العدد ده فعلا لما احنا مشينا بالطريقه ديت السبع سنين اللي فاتوا شغلنا ما يقرب من مليون انسان، يعني مليون اسره، يعني 5 مليون. فالنهارده لو انا ده عمل التقييم اللي احنا عملناه والقياسات اللي احنا عملناها عليهم لقينا فعلا ان الناس ديت نجحت وبقت ليها مساهمتها وقادره تقوم بنفسها وما عندهاش صعوبات، طب انا واحنا قاعدين كده ال 16 يبقوا كام يا دكتور مصطفى؟ يبقوا 30. حاضر. ليه؟ لان في النهايه احنا همنا ايه؟ وانا احنا النهارده بقول للي بيسمعونا في مصر، هو احنا بنتكلم المجمعات دي كان قبل كده ارض بتطرح. صح. الكلام ده من فتره لما لقينا ان ده مشوار طويل على الناس وما ساهمش كويس في عمليه الصناعه قلنا ايه؟ طب نعملها لهم احنا. عشان نوفر عليه المشوار، وقلنا كمان طب احنا نخلص لهم اجراءات التراخيص كمان وموضوع الامن الصناعي والكلام اللي هو كان، وحتى المناطق لما قلنا عشان البيئه ونبقى عاملين لكل منطقه بنعمل حضرتك المعالجه والكلام ده، بنعمل موافقه بيئيه شامله حضرتك لكل مجمعه. بالظبط. احنا كل ده عملناه ليه؟ بالظبط عشان نسهل للناس انها تشتغل. حاضر. نسهل للناس انها تشتغل، اطمن بقى ان هو بعد ما اشتغل زي ما حضرتك قلت كده، طب تسويقه لما اشتغل وطلع انتاج، انتاجه ده قدر يبقى ليه
نفاذ في الأسواق ولا ما فيش؟